بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من الحوار الأول من الوحدة الثانية عشرة، والتي هي بعنوان الهوايات. ما زرته هيا بنا إليه شهاب، هذا هو معرض الهوايات. شهاب، هذا هو معرض الهوايات. شعيب، هذه هوايات كثيرة جدا. شعيب، هذه هوايات كثيرة جدا. شهاب، هذا جناح جمع الطوابع. شعيب، هذا طابع هندي. شعيب، هذه طوابع جميلة. هذه كلمات بخط النسخ، وتلك كلمات. Okay, look at them. Shafia and Shifa, would you please say hi? Shafia and Shifa, okay? Only two in the classroom. Okay. In this activity one, we are going for this picture A. Shafia, what is the name of the food in picture A, Shafia? Chips, okay? Brownies. Picture C, Shafia? Nugget, okay. In Indonesian, we call it nugget, right? Okay. And picture E? Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Jiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.